عليه. فقد منحت اللجنة للطلبة علامة 18 من شيء. التصفيق عوض الدموع فرحا واختصر ما مضى بما هو حاضر. قيل من ناصركم؟ قالوا تميزا وشطارة. ثلاثي كشف عن أوراقه الأخيرة وترك البصمة بشهادة الأساتذة وحتى الجميع. زيتوني محمد الأمين وهابي الحبيب وقلفوت الحبيب بعنوان واحد، تذكر الاسم جيدا. وتحت أنظار خيرة الأساتذة والمؤطرين ونحو سباق بعيد المسافة لبناء مؤسسة ناشئة تعد بالكثير من الأهداف. ملامح وهاب الحبيب رصدت نسبة المجهود ولو كان لا يقاس نسبيا، فالنتيجة واحدة مضمونة. فاروق لعب دور مصمم أزياء عالمي يشارك الفرحة بعد فرحته، والحبيب ابتسم للكاميرا قائلا لقد فعلناها جميعا. زيتوني ابتسامته تسابقه في كل لقطة بين هذا وذاك، كل واحد يركز على أهدافه حتى لو كانت مشتركة. شيء جميل أن تكافح من أجل حلمك أمام أساتذة لهم من الكفاءة ما يكفي. فغاية النجاح تبدأ من العدم.